إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ثم قال بعد آية على إثر هذه أيها الإخوة: وعباد الرحمن.
الرحمن 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 في سياق قصير، في سياق جد قصير، على أن المؤمن والمؤمنة لا يعجبان لهذا التكرار ولهذا التأكيد الموحي اللافت. لا أحسب أن ملة من الملل أو دينا من الأديان. أيها الإخوة، عرف الله ويصر على تعريفه بالرحمانية كالإسلام العظيم، وهو دين جاء مستعلنا برحمانية الله تبارك وتعالى، متقصدا وهادفا وضاربا إلى غاية، وهي تعميم هذه الرحمة في الفكر والنظر والسلوك والعمل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة، حاشة التوبة، براءة، وفي أم الكتاب التي نتلوها في كل ركعة من ركعات صلواتنا المفروض منها والمتنفل به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. عجيب، الرحمن الرحيم مرة أخرى في صدر هذه السورة الجليلة السبع المثاني، أم الكتاب. لكن هذه الرحمانية أيها الإخوة يشغب عليها ولا تسلم من قبل الملاحدة واللادينيين لأمثالنا من المليين والمتدينين. هناك ثلاثي مشهور يعرف بالثلاثي غير المتسق في عالم الفكر والفلسفة. هناك ثلاثي يعرف بالثلاثي غير المتسق، والمقصود إخواني وأخواتي بالثلاثي غير المقتصد تركيب من عبارات ثلاث، تركيب من عبارات ثلاث، لو صدقت ثنتان منها كذبت الثالثة بالضرورة، لذلك يسمى الثالوث أو الثلاثي غير المتسق. الثلاثي غير المتسق بما يتعلق بمسألتنا اليوم هو كالتالي: الله تبارك وتعالى كلي القدرة، كلي القدرة، omnipotent كما يقال باللاتينية، هو قادر على أن يفعل كل ما يريد، كل ما يشاء، لا إله إلا هو، لا أحد يحول بينه وبين ذلك. وهو أيضا إلى ذلك إخواني وأخواتي كلي الخيرية، كلي الرحمة يعني رحيم، تام الرحمة وكلي الرحمة وعام الرحمة، وعام أي شامل، العموم هو الشمول، الرحمة وهو بمعنى الكلية، أمني، هو كلي الرحمة أو كلي الخيرية. الاتساق واضح بين هاتين العبارتين، لكن يأتي في هذا الثلاثي العبارة الثالثة موضع النزاع والتشغيب. لكن الشر واقع وموجود في نطاق الوجود، الشر واقع وموجود في نطاق، في صفحة، في ساحي، في حاق الوجود، في حاق الوجود الشر موجود، سواء منه الشر الطبيعي أيها الإخوة أو الشر الأخلاقي. الشر الطبيعي كشر الطبيعة ذاتها من الزلازل والبراكين والعواصف وما إلى ذلك، وأيضا من الشر الطبيعي الآلام والتباريح والأوجاع التي يعانيها ويتكابدها الإنسان بسبب الأمراض وما إلى ذلك، وهذا من الشر الفيزيقي، من الشر الطبيعي، من الشر الطبيعي. وبالإزاء هناك الشر الأخلاقي بمعنى الخطأ الديني أو الخطيئة في اللغات الكتابية، بمعنى الخطيئة، الشر الأخلاقي، وهو الذي يكون مقتضى لحرية إرادة الإنسان، لإرادته الحرة، فلأنه كائن حر يفعل ما يشاء، فيكون من ضمن أفعاله أيها الإخوة الشرور والأضرار والمصائب والكوارث والبلايا التي يلحقها بالآخرين من عباد الله تبارك وتعالى. وأعظم الأشرار في التاريخ هم الحكام الطواغيت والملوك، لأن شره يعم شعبا أيها الإخوة في كليته ومجموعه، لا يقتصر على أن يتناول أحد الناس، إنما قد يعم شعبا في مجموعه. هذا شر، هذا من الشر الأخلاقي. هناك ضرب من الشر وهو ضرب ثالث التفت إليه الفيلسوف الألماني الشهير لايبنيتس. لايبنيتس ادعى أن هناك شرا ميتافيزيقيا،
شرا ميتافيزيقيا. والشر الميتافيزيقي في لغة لايبنيتس يعنى به ما يكتنف الموجود من حيث هو من عوامل النقص الموجود وفي رأس الموجودات الإنسان. ليس كاملا، ليس بيرفكت، ليس كاملا، كان يمكن أن يكون ربما أفضل من هذا، أحسن مما هو عليه، لكنه ليس كاملا، يتعانى النقص في جوانب من شخصيته، في جوانب من وجوده وواقعيته. لايبنيتس دعا هذا وسماه شرا ميتافيزيقيا، شرا ميتافيزيقيا. إذن للتحديد أيها الإخوة، الشر الذي يتحدث عنه الملاحدة واللادينيون والمشتبهون من المؤمنين، يحدث هناك اشتباه لبعض المؤمنين والمؤمنات، يقول كيف يكون الله كلي القدرة وكلي الخيرية والرحمة، ولكن الكون غاص وطافح وريان بألوان وصنوف وضروب الشرور والمصائب والكوارث والآلام والأوجاع والتباريح وما إلى ذلك؟ كيف مشتبه؟ هذا مؤمن مشتبه، عرضت له شبهة، عرضت له شبهة أيها الإخوة في سبيل إيمانه، في سبيل أو في طريق إيمانه. أقول هذا الشر الذي يتناوله هؤلاء وهؤلاء من الناس يمكن أن يصنف إلى ثلاثة أصناف رئيسة: الشر الطبيعي، والشر الأخلاقي، والشر الميتافيزيقي. الشر الميتافيزيقي نحن لا نوافق لايبنيتس عليه أصلا، ويتناقض مع نفسه، يتناقض مع مفهومه. ماذا يريد أن يقول لايبنيتس؟ الموجود بما هو موجود، هذا أيضا في الفلسفة الميتافيزيقية، الموجود المخلوق، يعني كل ما عدا الله موجودات مخلوقة، كل ما أوجده الله تبارك وتعالى هو حادث بقدرة الله تبارك وتعالى، معمول ومفعول لله تبارك وتعالى، مبدع لله. هذا المبدع، هذا المخلوق، هذا المفعول بطبيعته ميتافيزيقيا محدود، لأنه ليس خالقا. الخالق هو البيرفكت، الخالق هو الكامل، انتبهوا. أما المخلوق فلا بد. فماذا يريد أن يقول لايبنيتس؟ يعني لأنه لا يمكن أن تتفادى هذه الحالة، هذا المعنى، أن يوجد مخلوق وأن يكون ناقصا، ليس كامل، ليس بيرفكت أيها الإخوة، على الأقل ناقص لأن له بداية في الزمان، إذن هو ناقص، ناقص لأن له نهاية، ناقص لأن له، ناقص لأنه لا يحتوي على كل الكمالات، بمعنى ليس مستغنيا. الموجود الحادث أيها الإخوة محتاج، كل ما أوجده وكل من أوجده الله تبارك وتعالى محتاج إلى مدد من الله تبارك وتعالى، محتاج إلى مدد مستمر. هذه صفة الموجود بما هو، هذه صفة الموجود في نفس الأمر كما يقال بلغة نفس الأمر، في الأمر نفسه، هذه واقعية الموجود. هذه الحالة لا يمكن أن تتلافى إلا بعدم الخلق أصلا، أن يكف الله عن الخلق، أن لا يخلق شيئا. أما إذ خلق ويخلق فكل ما يقع أيها الإخوة تحت طائلة الخلق لابد أن يكون ماذا؟ محددا ومحدودا وناقصا. فلا معنى حقيقة لكلام لايبنيتس عن الشر الميتافيزيقي، هذا ليس شرا، بالعكس، لأنه في نهاية المطاف أيهما خير؟ ألا يخلق الموجود أو المخلوق أصلا، أن يبقى في حيز العدم حيث لا حيز أصلا، أو أن يخلق مع نقصه، مع كمالاته أيها الإخوة غير التامة، مع الخير الكثير الذي يوجد فيه والشر القليل الذي يعرض له، الذي يلابسه. لا شك أن الحالة الثانية الأفضل، أن الحالة الثانية هي الأفضل، أن يخلق مع خير كثير يلابسه ويعرض له في البين، يعرض له في البين شر قليل، شر نزر، شر نزر. بالمناسبة الفيلسوف الكبير أرسطو، شيخ الفلاسفة العقلانيين، على ما يحكي ملا صدر الشيرازي في أسفاره الأربعة، حين تحدث عن أصناف الموجودات من حيث علاقتها بالخير والشر أو بالخيرية والشرية، رأى أنها يمكن أن تصنف إلى خمسة: ما هو خير كامل ومطلق لا يشوبه شر؛ اثنين، ما هو خير كثير يشوبه شر قليل؛ ثلاثة، ما فيه خير قليل ممزوج بشر كثير؛ أربعة، ما هو متساوي الطرفين، الخير فيه يعادل تماما ويساوي الشر؛ أخيرا، ما هو شر مطلق لا شيئة فيه للخير، لا شيئة فيه، لا حظ، لا نصيب، لا قسط فيه للخير. ثم
ثم صرح أرسطو وأتباعه من ورائه أن الثلاثة الأقسام الأخيرة لا وجود لها، لا وجود لشر مطلق لا يلابسه خير، غير موجود ومستحيل أن نثبت هذا، مستحيل، وسوف نشرح هذا. لا وجود لمستوي الطرفين، لا وجود لخير قليل مع شر كثير، لا وجود. الموجود حقا في الوجود، في حق الوجود، هو خير محض أو خير كثير مع شر قليل. هذا ما يعطيه النظر العقلي، النظر الفلسفي، على الأقل في رأي شيخ الفلاسفة أرسطو طاليس. ومن لف لفه وأخذ إخذه، وأخذ إخذه. هذا المدخل التصنيفي أيها الإخوة مهم جدا لمناقشة مسألة اليوم، مسألة اليوم. إذن التشغيب والاشتباه يأتي أيها الإخوة ضمن هذا الثلاثي غير المتسق كما يزعم القوم، كما يزعم القوم، يأتي من حقيقة أن الكون غاص وطافح بالشرور والعذابات والآلام والتباريح والمصائب والكوارث والنكبات. هذا يكذب مباشرة أن الله تبارك وتعالى كلي ماذا؟ الخير. أو يكذب إذا أردت أن تصدق أنه كلي الخيرية، يعني كلي الرحمة، أن تصدق كونه رحمن رحيما، يكذب على الأقل ماذا؟ كونه على كل شيء قدير. ممكن هو رحمن رحيم لكن لا يقدر، لا يقدر أن يدفع هذا الشر، لا يقدر أن يخلي الكون من هذا الشر. واضح؟ إذا أردت أن تصدق الأولى والثانية معا لا بد أن تكذب الثالثة، فتنكر أن في الكون ماذا؟ شرورا، لكن الحال أن في الكون شرورا. الثالثة واقعية، يقول هكذا الملاحدة واللا أدريون، الثالثة موجودة، الكون طافح بالشرور. إذا لابد أن تكذب ماذا؟ إما القضيتان السابقتان كلتاهما، أو على الأقل واحدة منهما، كما فصلت لكم. هذا ما يعرف بالثلاثي غير المتسق في الفلسفة، ما يعرف بالثلاثي غير المتسق. طبعا واضح وبديه أن المؤمنين، ليس في الإسلام، في الأديان الكتابية عموما وفي أديان أخرى أيها الإخوة، بالعكس يزعمون بل يقطعون موقنين أن هذا الثلاثي متسق، أن هذا الثلاثي متسق. كيف متسق؟ يقولون الله كلي القدرة وكلي الرحمة والخيرية، وهذا الشر الذي تراه شرا في الوجود هو موجود، يقولون له تفسير، لا يتناقض مع كونه كلي القدرة كلي الرحمة، لا يتناقض، بالعكس هو مقتضى كونه كلي القدرة وكلي الرحمة. إذن يسلمون أيها الإخوة بأن هذا الثلاثي ثلاثي متسق، ولا يسلمون بفرضية أو احتمال أنه غير متسق. هذه المسألة، هذه هي المسألة. طبعا من ألم بطرف من هذه المسألة يعلم أنها من أعقد المسائل، ليست هذه أول مرة أعرض لها، لا في خطبة ولا في محاضرة، تناولتها أكثر من مرة، ولكن الإلحاح يزداد أيها الإخوة، يزداد من الإخوة والأخوات في العالم العربي لتناول هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذه المسألة فعلا مسألة الشر ومشكلة الشر أيها الإخوة. بعضهم يدعي أنها معضلة، هي مشكلة وليست معضلة. لماذا؟ معضلة لا حل لها، مشكلة لها حل، نحن نزعم أنها مشكلة وليست وليست معضلة، هي مشكلة وليست معضلة. نعم، هذه المشكلة أيها الإخوة تزود الملاحدة واللادينيين بواحدة من أقوى حججهم إن لم تكن أقواها على الإطلاق. في مجال ماذا؟ في مجال إنكار وجود الله تبارك وتعالى. يبنون حجتهم كالتالي: المفروض في تعريف الرب أو الإله أيها الإخوة أو الخالق أنه كلي القدرة يقولون وكلي الرحمة، ولكن بما أن الواقع أن الكون غاص بالشرور والآلام والمصائب إلى آخره، فيضح من هذا أنه على الأقل ليس كلي الرحمة، وبالتالي ليس إلها، وبالتالي ليس هناك إله، لأن الإله المفروض أن نؤمن به لابد أن يكون ماذا؟ وهكذا آمن به، أن يكون كلي القدرة وكلي الرحمة. ثبت أنه ليس كلي الرحمة، لأن الشرور تجتاح العالم، تمخر عباب العالم، إذن أين هذا الإله؟ فرضية آمنتم بها أنتم ليس لها واقعية. هكذا يفكر الملاحدة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان. ونسأل الله أن ينور أفئدتنا وضمائرنا بنور معرفته، وألا يسلمنا إلى أنفسنا، وألا يقطع مدده وعنايته عنا. اللهم أمين، سألناك بك وبنور قدسك وجلالك يا رب العالمين. شيء مخيف أيها الإخوة، يزعزع إيمان الضعاف وإيمان المشتبهين ربما والمشوهي التفكير
الذين لا طريق لهم ولا منهج حقيقيا صارما منضبطا في التفكير. إذن هذه يقولون حجة من أقوى الحجج. أنا أحب اليوم إن شاء الله أن أعيد نقاش هذه المسألة وأن أضيف فيها جديدا بإذن الله تبارك وتعالى، لكن على أساس واضح لا أقصد فيه، لأن المقام للأسف ضيق جدا خاصة نحن في الشتاء، لا أقصد فيه إلى تقصي أطراف الحجج والحجج المضافة والحجج عفوا إيه المقابلة، يعني البروف وديسبروفس كما يقولون حجة وتفنيد. لا، هذا موضوع طويل تكتب فيه مصنفات كبيرة، تكتب فيه وقد كتبت مصنفات كبيرة. نعم، وهو موضوع من موضوعات اللاهوت، يعني علم العقيدة، سواء عند اليهود والنصارى أو المسلمين، كما أنه موضوع من أكثر موضوعات الفلسفة وخاصة الفلسفة الخلقية، على أنه أيضا يتطرق إلى إلى الفلسفة الميتافيزيقية أو الأنطولوجيا بتحليل مفهوم الوجود، كما فعل ابن سينا وسانت أوغستين توما الأكويني حتى أبو حامد الغزالي وغير هؤلاء، بتحليل مقولة الوجود استطاعوا أن يعيدوا تعريف الشر، تعريف الشر. إذن هو موضوع أنطولوجي، موضوع أخلاقي، يدخل في بابين من أبواب الفلسفة الثلاثة. الفلسفة إيش؟ أنطولوجيا، أبستمولوجيا، أكسيولوجيا. يدخل في الأكسيولوجيا، يدخل في في الأنطولوجيا. في نظرية المعرفة يمكن أن ندخله. أنا بالنسبة لي يدخل حتى في نظرية المعرفة. أنا سأساهم اليوم بإسهام جديد أثبت فيه أنه يدخل حتى في الأبستمولوجيا، كما سيأتيكم عند كلامي عن مقارنة العوالم وأفضل العوالم الممكنة. نظرية أبي حامد الغزالي وليبنيتز مرة أخرى، أفضل العوالم الممكنة، فيدخل في الجانب الإبستمولوجي أو جانب نظرية المعرفة. نظرية موضوع معقد، لأنه هو موضوع فلسفي بامتياز وموضوع عقدي بامتياز. أحب أن أضع فيه النقاط على الحروف أيها الإخوة بتبسيط شديد حتى لا نتيه ولا نضرب فيه في عمياء، لا نضرب في عمياء. أولا، هناك ما يعرف، وهذا أيضا التصنيف يساعدنا، غير موجود في علم الكلام الإسلامي في علم العقيدة لكن المعنى صحيح ويمكن أن نستعيره في اللاهوت الغربي المسيحي واليهودي. هناك ما يعرف أيها الإخوة باللاهوت الطبيعي واللاهوت العقدي Natural Theology وDogmatic Theology. اللاهوت العقدي واللاهوت الطبيعي، باختصار ما هو اللاهوت الطبيعي؟ اللاهوت علم العقيدة الطبيعي، يعني علم الكلام الطبيعي، علم أصول الدين الطبيعي. علم اللاهوت الطبيعي أو اللاهوت الطبيعي يقصد به أيها الإخوة ما يمكن أن يستقل العقل بدركه وفهمه بعيدا عن معونة الوحي. في رأس اللاهوت الطبيعي مسألة وجود الرب لا إله إلا هو، العقل يستقل بهذا، صحيح العقل يستطيع أن يستدل على وجود الله أيها الإخوة بغير الوحي. بالعكس، أصلا الاستدلال بالوحي revelation، يعني الوحي النازل من عند الله، فرع ماذا؟ فرع الإيمان بوجود الله. إذن كيف يمكن أن نؤمن بالله؟ بالعقل. لا يمكن أن تؤمن بالله تقول لي بالوحي، صعب، مستحيل، تناقض. لابد أولا أن يقودك العقل، أن يدلك على ضرورة الإيمان بالله، يعني بمعنى على أن وجود الله وجود ضروري، وجود الله وجود ضروري، لذلك يقال له واجب الوجود، يعني ضروري الوجود، يعني لابد منه، لا محيد لا مناص لتفسير الكون. حتى تفسر وجود الكون تفسيرا معقولا يتسق في العقل والذهن لابد أن تقر بماذا؟ بوجود الله. إذن وجود الله ضروري، هذا معنى أن الله واجب الوجود، يعني ضروري الوجود. انتبهوا، هذا لاهوت طبيعي، آمنا، هذا لاهوت طبيعي. هناك اللاهوت العقدي، اللاهوت دوغماتيك ثيولوجي، اللاهوت العقدي. اللاهوت العقدي أيها الإخوة هي المسائل التي لا يستقل العقل بدركها وتحتاج إلى معونة الوحي. فالتثليث أو الثالوث عند النصارى هذا لاهوت ماذا؟ لاهوت عقدي، لاهوت عقدي. معظم مباحث الأسماء والصفات في علم الكلام الإسلامي هذا لاهوت ماذا؟ لاهوت عقدي. من أين العقل أن يعرف أن الله تبارك وتعالى مثلا رحمن، رحيم، حكيم، خبير، رافع، خافض، معز، مذل إلى آخر؟ قد يعرف أو يستقل بمعرفة بعض الصفات الإلهية، العقل بعض الصفات الإلهية، أما أن يعرف كل هذه الصفات على كل حال، تقريبا يتفق الدارسون المتخصصون في الغرب وغير الغرب على أن الحدود والتخوم بين اللاهوت الطبيعي واللاهوت العقدي غير مستبينة وغير واضحة، في تدخل، تدخل شديد. أن تقول لي هنا ينتهي اللاهوت الطبيعي يبدأ اللاهوت العقدي، غير صحيح، من الصعب جدا. قد يحاج بعضهم ويجادل أن في مكنة العقل أن يعرف أيها الإخوة صفة الحكمة لله وأن يثبتها بغير معونة الوحي، كصفة الخلاقية
صفة الإبداع أنه بديع السماوات والأرض، أبدعهما حتى من لا شيء أو من مادة إيه قديمة كما يزعم إيه أرسطو والفلاسفة العقليون والمشاؤون الإسلاميون مثلا. العقل قد يستقل بهذا. العناية، مفهوم العناية الإلهية، التدبير، مفهوم تدبير العالم قد يستقل العقل به. لكن هناك صفات إلهية وردت في النصوص الوحي لا يمكن العقل أو من الصعب جدا تصور أن العقل يستقل بدركها وحده، يستقل بدركها وحده، فضلا عن مسائل البعث والنشور والجنة والنار والميزان كذا. لا، العقل لا مدخلية له هنا. صحيح هذه مسائل لا تناقض العقل، ليست ضد العقل، لكنها فوق العقل، فوق مستوى العقل. العقل لا مدخلية له في إثباتها. إذا أثبتها الوحي، إذا أثبتها الوحي يمكن العقل بسلاسة أن يقول لا تتناقض معي، لا تتناقض مع مبادئي، أنا إيش؟ أنا أصادق عليها، ما عنديش مشكلة. لكن هي لاهوت ماذا؟ لاهوت عقدي، ليست لاهوتا طبيعيا، ليست لاهوتا طبيعيا. الآن مسألتنا هذه مسألة الشرور في الكون وعلاقة إيه الله بالشر في الكون بأقسام الشر المختلفة من مسائل لاهوت الطبيعة أو إيه العقدي. المسألة مشكلة أيضا، المسألة إيه مشكلة قليلا. تعرفون لماذا؟ لأن هؤلاء زعموا كما ذكرت محاججتهم قبيل قليل أن المفروض في الرب الذي يؤمن به أن يكون كلي القدرة، كلي الرحمة. كلي القدرة لا شك عندي أنها تنتمي إلى اللاهوت الطبيعي. ما معنى إن هذا الكون مبدع مخلوق لله؟ إذن هذا إله كلي القدرة الذي استطاع أن يبدع هذا الكون كله. أما أنه كلي الرحمة أشك. المفروض هذه مبدئيا أن نجعلها بين اللاهوتين، وإلى أن تكون من نطاق اللاهوت العقدي أميل، هي أميل، أحري بها أن تكون، أحري بها أن تكون من مسائل اللاهوت إيه؟ العقدي للطبيعي، العقدي للطبيعي. لماذا أقول هذا؟ انتبهوا، هذا مهم جدا جدا في نقاش الملاحدة واللا أدريين. لأنه لو ثبت أن هذا الكون فعلا فيه شرور وفيه عذابات وفيه مظالم وفيه 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 مما لا تبرير له، العاقل عاجز عن تبريره وسيظل عاجزا، هذا لا يعني نخض صفة ماذا؟ صفة القدرة لله، وبالتالي لا يعني إيه؟ نخض مفهوم الله. رغم صحيح إلغاء مفهوم إيه؟ ضرورة وجود الله. إيه قد يكون هذا الإله موجودا وهو كلي القدرة ولكنه ليس كلي الرحمة، إله هكذا لشيء ما يختص به يريد أن يعذب الخلق في الدنيا بالعقل. انتبه، ولا حدث بالدين، بالعقل. العقل لا يقول هذا الإله ينبغي أن لا يكون موجودا، بالعكس. إذا لم يمكن، وهو غير ممكن فعلا في نفس الأمر، إذا لم يمكن تفسير وجود هذا الكون ودوام هذا الوجود على الأقل إلى الساعة من غير افتراض وجود كلي القدرة، كلي الإبداع، إذن هذه القضية ينبغي أن تبقى إلى الآن في مراحل البحث والنقاش بمعزل عن قضية ماذا؟ خيرية الله ورحمانية الله ولا رحمانية الله. هذه مسألة وهذه مسألة، انتبهوا. يعني هنا يحدث خلط متعمد من الملاحدة لكي يسارعوا بضربة واحدة إلى إنكار ماذا؟ وجود الله. يقول لك المفروض في الله أنه كلي القدرة كلي الرحمة، هذا الرب الذي نؤمن به. لا، أنا أحببت أن أميز بين النطاق المنتمي إيش؟ عفوا، النطاق الذي ينتمي إليه وصف كلي القدرة والنطاق الذي ينتمي إليه وصف كلي الرحمة. الأرجح كما قلنا أن كلية الرحمة الإلهية هي من مقولات اللاهوت ماذا؟ العقدي. بمعنى أننا عبر تعرف الله إلينا، عبر كتبه الإلهية، عبر القرآن العظيم، عرفنا أنه ماذا؟ رحمن رحيم كما قلنا، ويؤكد هذا دائما، لا يفتأ يؤكده أنه رحمن رحيم، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأن هذا الكون كله علويه وسفليه أيها الإخوة إنما هو نابع من ومنبثق من عين الرحمة الإلهية الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. الله أكبر، الرحمن، هذا هو الرحمن. لم يقل إيه القدير الخالق الحكيم أبدا، العليم، قال ماذا؟ الرحمن، الرحمن، فاسأل به خبيرا. الله أكبر. إذن هذا الكون كله نابع وخارج من وفائض من عين الرحمة الإلهية. هذه من مقولات اللاهوت ماذا؟ الديني، اللاهوت الوحياني، اللاهوت الوحياني نسبة إيه؟ إلى الوحي على التعظيم. اللاهوت الوحياني ليست من مقولات اللاهوت الطبيعي. بمعنى ماذا يفيدنا هذا؟
يفيدنا إذا أردنا أن نناقش مسألة الشرور أيضا لا محيدة ولا مناص من أن نحاول إعادة تعريف الرحمة الإلهية ورحمانية الله وفق المنظور ماذا؟ الوحياني، ليس وفق منظور ماذا؟ طبيعي مبتوت الصلة بالوحي. هنا نقع في تناقض منهجي، انتبهوا، هكذا لابد أن يكون النقاش من ناحية حتى إيه؟ منهجية، من ناحية منهجية. إذا اعتصمنا بمقولات الوحي الطبيعي وحده، عفوا اللاهوت الطبيعي وحده، لا يمكن ببساطة كالتي يستسهل بها الملاحدة والشكيون المسألة والأمر أن نضرب بمقولة أو بعقيدة وجود الله أيها الإخوة بخطوة أو خطوتين، مستحيل، صعب جدا جدا. لكن هذا الخلط يضمن لهم هذا التساهل وهذا التلاعب، يضمن لهم هذا التساهل. تغرير، بعضهم يغرر بغيره وبعضهم ربما إيه هو مغرور دون أن يدري، يغرر بنفسه. طبعا جوهر الغرور هو الجهل مش الكبر، الغرور هو الجهل، الغرور هو الجهل. نحن نخلط بين الغرور والعجب، التغرير والغرور هو الجهل، انتبهوا، مش معنى العجب بالنفس، لا، الجهل، هذا نوع من الجهل والتجهيل، نوع من اللبس أيها الإخوة، اللبس، عفوا، اللبس والتلبيس، اللبس من الملابس، اللبس من اللبس والتلبيس، من اللبس والتلبيس. فهذه أيضا مقدمة مهمة في نقاش اليوم لابد أن نستحضرها. اثنين أو ثالثا، كيف تمت معالجة هذه المسألة المشكلة على نطاق اللاهوت وعلى نطاق الفلسفة عموما؟ كما قلت لأنه ليس من هدفي أن أتقصى، هذه المسألة تم علاجها من منظورين، من منظور فلسفي كلامي طبعا، ومن منظور تربوي، ومن منظور تربوي. المنظور الفلسفي ألخص لكم إيه أشهر الحجج. أولا، هناك من أنكر أيها الإخوة وجود الشر أصلا، قال لك الشر غير موجود. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الشر ليس موجودا وجودا ذاتيا، لا واقعية له، هو مفهوم انتزاعي، مفهوم انتزاعي. طبعا قبل أن أشرح هذا سأشرحه بطريقة بسيطة جدا إن شاء الله مفهمة. نحن نفهم أيها الإخوة أن مفهوم الشر مفهوم أخلاقي، واضح أنه مفهوم أخلاقي، طبعا مفهوم أخلاقي، وبما أنه مفهوم أخلاقي لابد أن يكون مشوبا بالنسبية، أليس كذلك؟ مشوبا بالمقايسة، بالإضافة، بالنسبية، ومفهوم أخلاقي. ولذلك كونه مفهوما أخلاقيا أي معياريا، هذا يضعف من ماذا؟ من واقعيته. أنا لا أنكر الواقعية تماما عن الأخلاقيات، لكن معروف بالشرح يضح هذا بعد قليل. أيها الإخوة، الصفات بشكل عام، الأوصاف، تنقسم إلى قسمين، أوصاف ذات أو ذوات واقعية، وأوصاف غير واقعية تسمى الانتزاعية. بمعنى الآن الماء موجود كالخشب موجود، صفة الوجود هنا أيها الإخوة صفة واقعية، الماء للخشب للإنسان للسماء الأرض لكل شيء واقعي، سواء وجد الذهن الذي يدرك أن الماء موجود ويملأ المحيطات أم لم يوجد الذهن الذي يدرك هذا، الماء موجود، هذه صفة واقعية، existence وجود يعني. هذا موجود، وهي أقرب إلى أن تكون صفة طبيعية فيزيس. وهناك بالمقابل أيها الإخوة صفات ليس لها مجد هذه الواقعية. كيف؟ إذا قلنا الآن الماء ثقيل، الماء ثقيل، الماء موجود وثقيل، موجود واقعية، ثقيل ليست واقعية. بالنسبة لمن؟ بالنسبة إليك بالنسبة إلى هذا الكائن السابح فيه، بالنسبة إلى كائن آخر خفيف وخفيف جدا، كالصغير والكبير، كالصغير والكبير. الأرض كبيرة إلى حد ما بالقياس إلى ماذا؟ إلى القمر، وكبيرة جدا جدا بالقياس إلى بطيخة أو إلى جل، صغير جدا بليا، كبيرة جدا وصغيرة جدا بالقياس إلى الشمس. الشمس حجمها 1,250,000 مرة قدر حجم الأرض. عجيب أن تكون الأرض وهي شيء واحد، موجود واحد، كبيرة صغيرة، أمر لا يدخل في العقل. متى يدخل في العقل؟ إذا كانت كبيرة صغيرة على أساس واقعي، مستحيل، لأن هذا متعارض، هذا متعارض. لكن على أساس انتزاعي، على أساس مقارني، على أساس قياسي، صحيح، الأرض كبيرة صغيرة، كبيرة بالنسبة للبطيخة، بالنسبة للقمر، بالنسبة لبليا، وصغيرة بالنسبة لماذا؟ للشمس والمشتري مثلا جبته. هكذا، لماذا؟ لأن الكبر والصغر
ليس من الأوصاف الواقعية. بمعنى لو لم يوجد ذهن الإنسان الذي يضع الأرض في قياس أو في سياق مقايسة مع القمر والبطيخة والشمس لما وجد أصلا مفهوم إيش؟ الأرض صغيرة، الأرض كبيرة، مستحيل، الأرض بس، مظبوط؟ هذا الفرق بين الصفات ذوات الواقعية وبين الصفات إيش؟ الانتزاعية، تسمى صفات إضافية. طب نأتي الآن إلى ما يتعلق بموضوعنا، الحياة والعقارب مثلا، كالزلازل والأعاصير والدمار وكذا الأخيرية، الشرور إيه؟ الآن العقرب إيه موجود مثلا أو الحية موجودة، إيه هذه صفة صحيحة، وجودها صفة واقعية، أدركتها لم تدركها، اعترفت بها لم تعترف بها، موجودة صحيح، هذه صفة واقعية. لكن طيب الحية ذات سم، صفة واقعية، مركب معين معروف تركيبه الكيميائي اسمه إيه؟ السم. بغض النظر تسميه سم غير تسميه بويزن أي شيء من لاش علاقة، جيفت كذا بالألماني. المهم هذه المادة ذات التركيب الواقعي ويوافق طبعا إيه الكيميائي من أستراليا من مصر من أمريكا من النمسا على إيه؟ على أن هذا هو تركيب سم الحية، هذا هو بالضبط هذه الفورمولا، ما في، هذه شيء واقعي الحية موجودة، الحية ذات سم، لها سم السم موجود، هذه كلها إيه؟ أوصاف واقعية. الحية شر، السم شر، لا ليس وصفا واقعيا، هذا وصف انتزاعي بالقياس إلي الذي أتأذى وأتضر وقد أفقد حياتي الغالية جدا بلسعة أو بلدغة الحية والعقرب، إيه فالحية وسمها أصبح ماذا؟ شرا مضرا. طب بالنسبة إليها سمها شر، بالعكس بالنسبة إليها سمها من لوازم وجودها من شروط بقائها وامتدادها في الحياة، لولا هذا السم لهلكت، وأنا صحيح لهلكت، لأكلتها إيه عوادي كثيرة وضواري كثيرة وفي مقدمها الإنسان ربما يعبث بها ويجعله حيوانا إيه مستأنسا. فتفهم مثلا هكذا، إذا السم موجود وصف واقعي، الحية موجود العقرب موجود وصف واقعي، السم شر الحية شر، وصف ليس واقعيا، وصف ماذا؟ انتزاعي، يسمى إضافيا، وصفا إضافيا، وصفا قياسيا. لو عدم الذهن الذي يحدث هذا القياس ويوجد هذه المقارنة، هل توجد هذه الأوصاف؟ لا توجد. انتبهوا، هكذا عالج الفلاسفة، ومن هنا اتفق هؤلاء الفلاسفة العقليون أرسطو مهد لهذا السبيل، سانت أوغستين، ابن سينا، أبو حامد الغزالي، توما الأكويني، إلى آخره إلى آخره. قالوا باختصار الشرور أعدام، الشرور أعدام ليست وجودات، جمع عدم، ليست وجودات، الشرور أعدام. فالشر لا يعد أن يكون عدم جوهر، جوهر غير موجود، ذات يعني غير موجودة، أو عدم صلاح جوهر، كما عبر ابن سينا في كتاب ما وراء الطبيعة من موسوعته الإشارات والتنبيهات في 4 أجزاء. نعم هذا هو، قال عدم جوهر أو عدم صلاح جوهر، أو عدم صلاح جوهر يعني ما يصلح به إيه هذا الجوهر، يعني الجوهر يعدم إيه صفات معينة تجعله أقرب إيه إلى أداء غرضه ووظيفته ومقصده، هذا يصبح شرا في حق هذا الجوهر، في حق الجوهر. بهذه النظرة الإضافية القياسية المقارنة أيها الإخوة، يصح أن يعد شيء ما خيرا وشرا، صحيح؟ كما قلنا كبيرا وصغيرا على أنهما متعارضان. ولو كانت الخيرية والشرية أوصافا واقعية ذاتية أيها الإخوة لتناقض الأمر، ولا ما صح أن يوصف شيء واحد بأنه خير شر، مستحيل. لكن لما كانت إيه أوصافا إضافية وانتزاعية وقياسية يعني نسبية، صح أن توصف في حق جوهر ما بأنها خير، في حق جوهر آخر بأنها ماذا؟ بأنها شر، وانفكت الجهة، وانفكت كما يقول إيه المناطق الجهة، في حق هذه الجهة كذا، في حق هذا. مهم جدا، هذه طريقة الفلاسفة لمعالجة هذه المسألة، لمعالجة هذه المسألة. فالفلاسفة لا يسلمون ببساطة العامة أن الشرور موجودة ويعالجونها سيكولوجيا أو عاطفيا والآلام والتباريح والمشاكل، ولا لا 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 لا، مسألة ليست كذلك، هذه أعدام تريد أن تقاومها ولا بد أن تقاومها، قاومها بجهود إيجابية وجودية. يعني العمى الآن في حق الإنسان شر، في حق الإنسان شر صحيح، لكن عمى الإنسان هو خير في حق أعداء الإنسان من الحيوانات ومن الإنسان. جميل جدا أن يكون هذا الإنسان إيه الذي هو عدو لهم أن يكون إيه أعمى، عماه إيه خير في حقهم وشر في حق نفسه. لكن ما هو العمى؟
ليس شيئاً موجوداً اسمه العمى، بالعكس هو عدم ماذا؟ عدم صلاح جوهر، عدم صلاح الإنسان بانعدام إيه؟ أوصاف معينة، منها إيش؟ صفة إيه؟ البصر، عدمها الإنسان، لم يعطى هذا الشيء، يعني نقص، نقص شيء، لكن ما في شيء موجود اسمه العمى، انتبهوا، العمى ما موجود، العمى هو إيه؟ هو انعدام البصر، كالظلام، ما في شيء اسمه الظلام على فكرة، أبداً، الظلام هو انعدام النور، انعدام النور، ضع يدك الآن في طريق أي إيه؟ أي سيال ضوئي، ماذا يحدث؟ الظل، يقولون الظل، شادو، شاتن، ما هو الظل؟ الظل هو انعدام ماذا؟ النور، حين ينعدم النور بالكلية وكل آثار النور، طبعاً هذه مسائل طبيعية معروفة، يحدث ماذا؟ الظلام، فالظلام ليس شيئاً موجوداً، الظلام شر عند الناس، لكنه عدم من الأعدام، الظلام شر، لكنه كسائر شائر الشرور عدم من الأعدام، الجهل، الجهل شر، ومن أعظم الشرور، لكن الجهل لا واقعية له، لا ذاتية له. الجهل هو ماذا؟ انعدام الفهم، انعدام العلم أيها الإخوة، انعدام العلم. شأن في القابل للعلم أن يتعلم، كونه لم يتعلم وبقى على الحالة الأولى الأمية، وقع في شر الجهل، وقع في شر الجهل، لم يتكمل بشيء يمكن إيه أن يتحصل، شيء موجود، العلم، علم موجود كحقائق ومقررات في الكتب وفي الأدمغة وعلى ألسنة العالمين والمثقفين والمربين، ولكن أنت لا تريد أن تأخذ بحظك منه، وهكذا ناقشوا بقية الشرور أو سائر الشرور، واضح أيها الإخوة؟ نعم. لكن بعض الناس يدخل بعقل لا فلسفي، هذه المشكلة، من الفلاسفة مثل ماكس شيلر مثلا، حتى مال برانش الديكارتي، يدخلون يعني بعقل نص سيكولوجي نص فلسفي، يقول لك لا، هذا كلام جميل كتنظير، كنوع من إيه؟ من التجريد، لكن في الحقيقة هناك شرور حقيقية نحن نعاني منها، الألم الذي أعاني منه كإنسان أنا، لماذا تقول لي أنا أعاني من هذا؟ ولا يمكن أن يسد هذا الكلام الفلسفي لابن سينا وسانت أوغستين وأرسطو مسداً من نفس هذا الإنسان الذي يعاني تباريح الألم من 20 سنة، آلام ممضة، آلام ممضة مبرحة جداً. هنا هذا يفضي بنا إلى إيه؟ المقاربة الثانية الفلسفية لمعالجة مسألة الشرور، وهي انتبهوا أن هذا العالم كعقل واحد وكنفس واحدة. أرسطو أيضا كان المؤسسين لهذه الفكرة، وهي فكرة صحيحة علميا، والعلم كل يوم يؤيدها بتأييد جديد، يعني الآن ميكانيكا الكم تؤيد هذه الحقيقة بشكل مدهش، لا أحب أن أقول معجز، لكن بشكل مدهش فعلا، كون العالم نفسا واحدة أيها الإخوة، عقلا واحدا، كيانا واحدا، وطبعا إيش السر؟ لأنه صدع عن ماذا؟ عن إله واحد لا إله إلا هو. خلف هذه الكثرات أو الكثرات أحسن شرفيا، خلف هذه الكثرات والتنوعات والاختلافات والتباينات، هناك ما يشي بوحدة روح إيه؟ العالم، وحدة المنطق الساري إيه؟ في العالم، وطبيعي يعكس إيه؟ وحدة الخالق الموجد المبدع لهذا العالم لا إله إلا هو جل ثناؤه، ومجده في عليائه. هذا أرسطو كان المؤسسين لهذه الفكرة العظيمة، كما قلت لكم في ميكانيكا الكم اليوم لدينا حتى مفهوم اسمه إيه؟ Entanglement، مفهوم التعالق في فيزياء الكم، يقول لك جسيم موجود هنا وموجود آخر له علاقة به على طرف الكون، ما يحدث لهذا يؤثر على ذاك، على أنه لا علاقة مادية بينهما، شيء غريب. هذه الفكرة شرحتها عند تفسير إيش لقصة عرش بلقيس من سورة إيه؟ النمل، هي أساس ما يعرف الآن بفيزياء التليبورتيشن، فيزياء النقل الآني، أعظم ما توصل إليه إيه؟ عقل الفيزيائيين على الإطلاق، على الإطلاق. وهذا ربما يعد بعد 50، بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، بإمكانية أن تأتي ساعة أيها الإخوة تنقل فيها الأجسام بما فيها الأجسام الحية آنياً، آنياً، مش بسرعة الضوء، آنياً في اللحظة ذاتها تفنى أنت من هنا لتوجد إيه؟ على مبعدة 15 بليون سنة ضوئية، نقل آني، تيليبورتيشن، شيء غريب، قبل أن يرتد إليك طرفك في لمح البصر العرش يكون هنا، كيف هذا؟ هو هذا، تعرفون لماذا؟ مبدأ التعالق Entanglement في فيزياء الكم، مذهب معقد، كتب، هناك كتب، أنا عندي كتاب كبير اسمه التعالق، كله عن التعالق فيزيائيا، يتحدث عن التعالق. إذن هذا الكون، هذا الوجود، الفلاسفة فهموا تعالقية، أنا سميها التآزورية، كنت سميها التآزورية، تآزورية الكون،
تآزرية الوجود، فهموا هذا أيها الإخوة، لكن مش بهذا العمق وإلى هذا المستوى، لكنهم فهموا الأصل أن الكون متعالق. فما يرى أيها الإخوة شذوذا لبعض من نغم هو نظام في كل، في الكل منتظم، كما قال الحكيم السبزواري. فأنت ترى هذا الشيء الآن شاذا غير ضروري، مزعج، زائدة دودية في الحياة، في الكون، في الوجود. لا، بالنسبة إليك ربما أو بالنظر إليه في ذاته تراها كذا، لكن لو رأيت دوره في المنظومة في الكل تعلم أنه لا بد منه. رينيه ديكارت الفيلسوف الشهير جدا والرياضيات الكبير الفرنسي كتب يقول، صاحب المنهج، مقالة في المنهج، كتب يقول: ما قد يعد شرا، ما قد يعد شرا إذا نظر إليه وحده سينظر إليه على أنه خير لازم ضمن المجموع الكلي. صحيح؟ طبعا. خلينا نشوف أي محرك، أي آلة، أي مشين، حتى جسم الإنسان، هناك أشياء أرقى من أشياء، هناك أشياء أهم من أشياء، هناك أشياء تحظى باهتمام أكثر من غيرها، لكن على أهمية الشيء المهم فالأقل أهمية أيضا مهم. ولو تضرر، يعني الآن في آلة شديدة التعقيد، ربما لو تضرر ترس صغير تعطب الآلة كلها، على أن هذا الترس لا يساوي ربما 5 فلسات. مهم جدا، لابد من إعادته إلى موضوعه. برغي تتعطل الآلة، هكذا لابد منه، لابد منه على أنه برغي حقير، حقير، لكن له دور كبير ضمن إيه؟ ضمن الكل، ضمن الكل. فلذلك ذهب هؤلاء الفلاسفة إلى القول كل شيء في نظام الطبيعة والكون له دوره. إذا قصرت النظر وحصرته إليه وحده بحياله ربما استنكرته وشجبته، إذا نظرت إليه ضمن المنظومة فستتقبله. فمثل النور والظلال، النور والظلام في اللوحة الفنية، صحيح؟ هذا لازم وهذا لازم. طبعا هنا يعترض علينا أيها الإخوة باعتراضات أيضا عاطفية، انتبهوا، ليست فلسفية وليست عقلية وليست ذات واقعية حتى، ملهاش واقع، ملهاش مصداق واقعي. يعني دوستويفسكي الأديب، وسط أن نقول حتى الفيلسوف هو أديب وروائي معروف ولكنه عقل فلسفي وعقل محلل، كتب على لسان بطله إيفان كارامازوف في الرواية الأشهر الأخوة، كارامازوف يقول: حتى لو استطاع المصنع الكوني أن يبدع أرقى الإبداعات وأجملها وأتمها، أنا أرفض أن يكون ثمن ذلك دمعة من طفل صغير. إيه كلام عاطفي هذا، كلام شاعري هذا، خطابي، ليس كلام برهانيا ولا حتى إقناعيا، كلام جدلي عاطفي. لماذا أنا أصفه كذا؟ تعرفون لماذا؟ اسمعوا إلى حجتي، حجة إن شاء الله تنال منكم إعجابا. أقول لإيفان كارامازوف، طبعا من خلفي إيش؟ لسيده ومولاه، لمبدعه فيودور دوستويفسكي، أقول له: لماذا ترفض يا سيد إيفان؟ ترفض هذا وفاء لضميرك، وفاء من إيه؟ بمتطلبات الضمير الإنساني. أقول له: هذا الضمير هو ابن هذه الكلية، من الذي أنشأ ضميرك؟ من ماذا يبتنى هذا الضمير؟ يبتنى من لحاظ صراع الخير والشر، الحق والباطل، النور والظلام، العذاب والهناء، صحيح؟ الألم والراحة، هو هذا. من خلال ملاحظة ومتابعة وملاحقة هذه المتعارضات وأحيانا هذه المتشاكسات نبت ما يعرف بالضمير الإنساني الذي يرفض، الذي يرفض. لولا هذه الأشياء لما كان لك هذا الضمير ولا لما رفضت أصلا. انتبه، في تناقضات. أنت ابن هذا الكون، ابن هذه التركيبة، ابن هذا النظام، ابن هذه الكلية في تعاضدها، وأنت مما يؤكد تعاضدها وتهزرها. صوت الضمير هنا يصادق على ضرورة ماذا؟ استمرار هذه النظم أيها الإخوة. طبعا هناك نوع من المحاججة العاطفية الجدلية مش البرهانية، يأتيك من يقول لك: لا 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 لا، مصيبة هذه، هذا تفكير مصائب كوارثي. لماذا يا سيدي؟ قل: هذه الفلسفة كارثية، فلسفة استئصالية، نازية، فاشية، كليانية، شمولية. لماذا؟ يقول لك: بهذا المنطق تحرك ستالين، وبالمنطق عينه انتفع هتلر كالمجنون، يذبح بالملايين ويطهر بالملايين، والمسألة عنده مسألة إحصائية فقط، خلصنا المليون الثاني ندخل في الثالث، إحصائية وبالملايين، شيء مخيف.
فهتلر وستالين وكل هؤلاء الشموليين أيها الإخوة فعلا يستسلفون إيه؟ يستسلفون منطق مفروضة من أجل تحقيق الأيديولوجيا وبناء النظام وإنجاز الحلم. لا بأس أن نطحن جماجم 10 مليون في الطريق، ما في مشكلة، من الوطنيين وغير الوطنيين، الأصلانيين وغير الأصلانيين، نيتفز يعني إيه والمش نيتفز، ما في مشكلة، صحيح وهذا حصل وهذا يحصل. لكن أنا أقول أيها الإخوة، من أين لكم أن الأديان توافق أصلا على أن يغتصب الإنسان أيا كان هذا الإنسان، هتلر أو ستالين، حاكم أو محكوم، صلاحيات الله تبارك وتعالى؟ من أين يجوز للتراب أن يلعب دور رب الأرباب؟ من أخص خصائص الله أنه يحيي ويميت، هل يجوز لأحد أن يقول وأنا أيضا بما أنني حاكم وأزمة الأمور وأعنتها بيدي، أي من حقي أن أحيي من أشاء أتركه في الحياة كما قال نمرود، أنا أحيي وأميت هذا المجنون، وأن أميت من أشاء، أنا سأميت نصف الشعب كالقذافي مثلا، سأذبح الشعب الليبي كله وأستورد شعبا جديدا، من حقي. أنا قال لك يا حبيبي لست إلها أصلا لكي نصدق على هذا المنطق، أنت بطلقة واحدة تنتهي، صحيح وانتهيت بطلقة واحدة، لست إلها، هذا كذب على نفسك وعلى العقل. فهذه المحاجة الاعتباطية الاعتسافية خالية من كل مضمون حقيقي أيها الإخوة، لا 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 لا، لا يجوز لأحد أن يغتصب به صلاحيات الله، يلعب دور الله، يقول لي هذا المنطق في تبرير أفعال الله، فالحقيقة أفعال الله لا تحتاج إلى تبرير، هذه سوء أدب منا، في تقريب أفعال الله. المخ، العقل الإنساني، الذهن أيوه، يحتاج إلى أن يقارب حكمة الله في أفعاله. أبروش، نوع من المقاربة، وهذه الأشياء لا تكون بالمطابقة، يستحيل أيها الإخوة أن ندرك وجوه حكمة الباري لا إله إلا هو في خلقه في أفعاله في أموره بطريق المطابقة. لو صح هذا لكنا إيه؟ آلهة على قدم سواء مع الله تبارك وتعالى، أي المطابقة، نفهم ما يفهمه تماما، نعرف ما يعرفه تماما، مستحيل. هذا مستحيل في حق محمد صلى الله عليه وسلم، مستحيل في حق موسى وعيسى، في حق كل البشر مستحيل. لكن هناك المقاربة، هذا من ضمن الاسمات التي أحببت أن أسم بها اليوم، المقاربة. للأسف طبعا لن يسع الوقت لكي أتحدث لكم عن المقاربة التربوية لمسألة الشرور، لكن باختصار المقاربة التربوية تقول كالتالي: لولا المصائب والألام والتباريح والكوارث إلى آخره، لما نمت الحياة، لما تطورت الحياة، لما أمكن قيام حياة أخلاقية إنسانية. الإنسان بصراع الخير والشر أيها الإخوة، وكونه طرفا في هذا الصراع ينمو أخلاقيا، أليس كذلك؟ الإنسان الذي لا غريزة عنده كالملك لا يمكن أن يتحدث عن فضيلة العفة، لا غريزة عندك، لا غريزة، لذلك لا يتحدث شيخ ابن 90 سنة ميت الغريزة عن غريزة جنسية، لا يجوز له أن يتحدث عن عفتي، عن أي عفة تتحدث، أنت مقطوع، أنت ميت الغريزة، لكن يتحدث عنها الشاب العارم الغريزة، العارم الغريزة الذي يضبط نفسه ويتقي الله، يقول إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين، معاذ الله، هذا له الحق والأولوية، يتحدث عن العفة. من أين تقوم هذه الحياة الأخلاقية؟ بصراع ماذا؟ بصراع الخير والشر، الحق والباطل، النور والظلام، الصح والخطأ، أليس كذلك؟ أو الصحيح والخاطئ، الحياة الأخلاقية، الحياة الروحية أيها، الحياة العلمية والتقنية. لذلك يقولون الحروب دورها لا ينكر في تقدم ماذا؟ التقنيات والصناعات، معروف. قنبلة الذرية متى اخترعت؟ في الحرب العالمية الثانية. الأسلحة الكيميائية متى طور؟ أحسن تطور الحرب العالمية الأولى، الحرب الأولى حرب الكيميائيين، الحرب الثانية حرب إيه؟ الفيزيائيين، حرب الثالثة الله أعلم حرب المجانين، أي هكذا. فالحروب لها دورها، حتى نكبات الحروب، والحروب هي أم القطائع وأم الانقطاعات، لكن لها دورها إيه؟ في التقدم. لذلك كتب لايبنيتس يقول ما قد يعد شرا، على طريق ديكارت ومتأثر بديكارت لايبنيتس، ما قد يعد شرا قد يعد ضرورة في سبيل التقدم العلمي. أحيانا نرى أنه ضروري لتقدم إيه؟ العلوم والصناعات، يفهم هذا هيجل، فيلسوف المثال الألماني العظيم هيجل كتب يقول المعاناة والألم والعذاب مسائل ضرورية تماما لارتقاء الإنسان والركب الإنساني، ضروري. لا نتقدم بالدعوة بالنوم، نتقدم عبر الحروب، عبر الدموع، عبر الدماء، عبر الألم. ألفرد دي موسي الشاعر والروائي والمسرحي الفرنسي الشهير في القرن 19 كتب يقول الإنسان متدرب تحت التدريب والألم أستاذه. الإنسان متدرب والألم أستاذه. الإمام علي عليه السلام قال كما في النهج، قال النباتات البرية أو الشجرة البرية أصلب عودا، والروائع الخضرة أرق جلودا، والنباتات البرية أيها الإخوة أطول أو
أحسن وقودا وأبطأ خمودا. لا برية تصمد حتى تحت النار تحت حر. ومن هنا مفهوم الفتنة في القرآن الكريم. الفتنة، الفتنة وضع الذهب التبر في النار لكي يتميز ماذا؟ الخبث إيه؟ من الذهب الصحيح. كذلك الإنسان يفتن في فرن المعاناة، في فرن المحنة، في فرن المرض، الألم، الحرب، الموت، فقد الأحباب، فقد العافية والصحة إلى آخره إلى آخره. هكذا، هذا باختصار كلام التربويين وعلماء النفس وعلماء التزكية والصوفية عن أو بصدد مقاربة تربوية لمسألة الشروع ألام والمصائب باختصار. باختصار نعود الآن إلى مساهماتنا في هذه المسألة يا أخواني. أولا انطلاقا من مصطلح مقاربة، نحاول أن نقارب حكمة الله، نقارب رحمانية الله في خلقه وفي فعاله لا إله إلا هو، وكل فعاله رحمة إن شاء الله وحكمة وصواب بلا شك وصلاح بلغة المعتزلة، بلغة المعتزلة. لكن أقول لكم انتبهوا، جزء كبير من المشكلة أننا مخدوعون لي وباللغة، مخدوعون لي وباللغة. اللغة أصلا حين وضعت أيها الإخوة في مراحلها الأولى في بدائية الإنسان وضعت لكي تكون صلة وتأشيرا إلى إيه؟ إلى واقعيات العالم العين الخارجي، وهي في هذا تؤدي دورها على أحسن ما يكون. يعني إحنا أقول لك ناول الكوب، الطفل الصغير يفهم هذا جيدا ويأتيك بالكوب، انتهينا. حين أقول لك اشرح لي مفهوم الشر والخير، مسألة معقدة جدا تحتاج إلى آلاف الجلسات ولن نتفق. لماذا؟ الخير والشر مش أشياء إيه؟ ذات واقعيات ملموسة ذاتية، مثل الكوب، مثل الكرسي، مثل المنبر. اللغة أصلا وضعت إيه؟ للتأشير إلى إيه؟ الأشياء الأولى من الطائفة الأولى، تطورت بعد ذلك. لماذا؟ مش اللغة، لأن العقل الإنساني ذو لياقات وملكات، مؤهل أيها الإخوة بالروح الإنسانية أن يطور وسائله لكي يتعاطى مع أشياء فوق طبيعية وتتجاوز الطبيعي. هو العقل البحث عن الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ المتشوق والمتشوف لله والاتصال بالله ومزيد التقرب منه لا إله إلا هو، هو نفسه العقل هذا الذي لا يكف عن ذلك منذ البدائية إلى اليوم في أرقى أعصار العلم تاريخيا، إلى اليوم يفعل هذا، لا يفتأ، يفعله باستمرار وبحمية وحماس منقطع النظير. لكن انتبهوا، من أين تأتي المخدوعية؟ كيف نخدع؟ تأتي المخدوعية من أننا قد نصادق دون أن ندري في غفلة منا، ونفعل هذا حتى الفلاسفة يفعلونه، على أن رحمانية الله هي شيء من قريب رحمانية الإنسان. خطأ، خطأ، من قال لك هذا؟ هذا من باب ضعف اللغة، قصور اللغة. يستحيل أن تكون هذه الصفة التي آثر الله أن يصف نفسه بها بأنها هي رحمة ورحمانية هي على نحو ما نعرفه من رحمانيتنا نحن، صحيح؟ إيه؟ مستحيل يا جماعة، في مشتركات بسيطة في حدود الدنيا، لكن تمتاز الصفة الإلهية، الوصف الإلهي من الوصف البشري امتياز الرب من العبد، امتياز رب الأرباب من التراب يا إخواني، انتبهوا. لذلك بعض الناس يظن أن الغامض فيما يتعلق بالله هو ذاته، لا لا لا، أصلا لا مدخلية للحديث عن ذاته إلا عبر ماذا؟ أسمائه وصفاته وأفعاله. لكن صفاته وأسماء وأفعاله أغمض مما يظن علماء الدين فضلا عن العامة من المتدينين. من قال لك إن أسماؤه وصفاته وأفعاله واضحة تماما وبسيطة لا تحتاج إلا إلى تقليب صفحات أو صحائف المعجم لكي نختار لها إيه؟ بعض الأشياء. هذا إذا قلنا إنها إيه؟ بالاجتهاد، أو نردد ما آثر الله أن يصف نفسه به دون أن نعمل إيه؟ التفكير المقارن والمراجع فيه. هذا خطأ. لكي أبسط لكم هذا، الآن نقول هذا العبد رحيم، النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، طبعا أنا رحيم أنت رحيم ما فيه لكن الرحيم هو رب العالمين، صحيح؟ الرحيم، ولا يقال في إنسان رحمن، لا، الرحمن إيه؟ تختص بالله، تختص بالله. الملعوم مسيلم الكذاب سمى نفسه رحمن اليمانة، رحمن اليمامة الكافر هذا الزنديق لعنة الله عليه، لكن لا، الرحمن تختص بالله. رحيم النبي رحيم، أنا رحيم أنت رحيم، الرحيم الله تبارك وتعالى. طيب ما هي مظاهر هذه الرحمة؟ كيف نحدد هذه الرحمة؟ الأسهل أن نحددها عبر مظاهرها في الأول، تعريف الجهل مانع شيء صعب ومعقد. من مظاهرها التألم، حين ترحم أحدا فأنت تتألم، تشعر بألم، تشعر بحزن من جرائه لأجله بسببه، قد تبكي تسيل دموعك رحمة. النبي قال هذه رحمة، لما بكى على سعد ابن أبي وقاص، سعد بن خولة، يا رسول تبكي؟ قال هذه رحمة. لما بكى على ابنه إبراهيم عليه السلام إيش قال؟ هذه رحمة، ولا تنزع الرحمة إلا إيه؟ من شقي
فرحمة نبكي رحمة، نتألم ونرق ونحزن رحمة، نبكي رحمة، كل هذه رحمة. هل الله يتألم؟ حاشا لله، محال محال. هل الله يرق؟ محال. الرق والألم من صفات الكائن الناقص، انتبهوا. لياقة الإنسان هنا نقص في حق الله، انتبه. هذه يليق بك وهو كمال فيك، كمال في الإنسان يكون إيه؟ رحيما رقيقا عطوفا، يحزن للمصابين المكروثين، لكن هذا في حق الله ماذا؟ ضعف ونقص. الله منزه عنه، ما في عاقل من علماء الكلام قال الله يتألم والله يحزن فضلا عن أن يبكي، أستغفر الله العظيم. هل لا يبكي؟ مستحيل. الله ولا حتى الملائكة إيه تبكي، بكت في بعض الأحاديث ضعيفة يقول لك بكت عليه الملائكة. أنا أقول حتى لو بكت هي كائنات مخلوقة، رب الخلق خالق الخلق أجمعين لا يبكي، لا يتألم، لا يحزن حزننا. سيقول لي ولكن هذه كارثة بعضهم، إذن ما الذي بقي من معنى رحمة الله يا حبيبي؟ انتبهوا، أنت هنا توقعنا في مصيدة أخرى، مصيدة دينية ملية عقدية، تريد أن نؤمن بالرحمة الإلهية التي أفرغتها من كل مضموناتها، صحيح؟ إيه؟ بتقول لي عنه رحمن رحيم بس ما يرق، ما بتألم، ما بحزن، ما ببكي، وإيش هالرحمة هذه؟ شفتوا؟ إذن هذه ما هي رحمة، كأن تسمي قاضياً عادلاً على أن هذا القاضي لا يعدل حقيقة، ولا يسوي بين الخصوم، وينحاز بعضهم ضد بعض، ويخرب الأمور، تقول لي هذا قاضي عادل. أقول لك لا، هذه تسمية لا واقعية لها. إيش؟ وين؟ وين مصداق عدل هذا الرجل؟ طب وين مصداق رحمة الله؟ لا لا لا، هذا مغامرة وعجرفة وتهور إيه في الإسراع إلى إيه النتائج. لا 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 لا، تعرفون أيضا؟ لا، قد تكون رحيما دون أن تظهر عليك، وربما حتى دون أن تعاني الرق، لكن صعب هذا بحق الإنسان، إنسان ضعيف، لكن سيعتبرك الآخر رحيما لو أخرجت من جيبك وأعطيت هذا الفقير هكذا دون أن تتبجح بهذا، أعطيته حتى بسر هكذا من غير أن يراك أحد، وأعطيته مبلغا طائلا يكفي سنة كاملة هو وأسرته، بلا شك هو سيقطع إيه برحمتك، أنك كائن رحيم، بشر رحيم. تعرفوا لماذا؟ لأن جوهر الرحمة كما قال أبو حامد في المقصد الأسنى، الرحمة تقتضي مرحوما وراحما، وما من مرحوم إلا وهو محتاج، فتحصل أن جوهر الرحمة، أن جوهر الرحمة رفع حاجة المحتاج، وجوهر الرحمة وتمامه وكمالها بالنظر والتلمح والالتفات إلى إيه؟ إلى هذا الغرض. وإلا لو كان من جوهر الرحمة بما هي كرحمة حتى في حق الله أنها تستدعي وتقتضي الرقة والألم والبكاء والحزن، لا، لأصبحت مشوبة بغرض لا يجعل غرضها الأساس الرئيس نزيها، وهو ماذا؟ رفع ألمي أنا، فكأنني أرحم نفسي، أعطيه لكي أرحم نفسي من العذاب الذي أشعر به. اربطوا هذا بخطبتي عن إيه؟ عن الخلايا المرئوية، الميرور نيرونز، مهم جدا جدا فعلا، والإنسان قد يفعل هذا لكي يرحم نفسه فقط، لأنه يتعذب حين يرى إيه؟ هذا المحتاج. الله تبارك وتعالى ما عنده رقة، وما عنده ألم، وما عنده حزن، وما عنده بكاء، ولكنه لا إله إلا هو، مش فقط يلبي دعواتنا، ومش خلقنا في أحسن تقويم، ومش معظم ما في الكون خير وانتظام واستقرار وجمال بفضل الله وعطاء. كم هي ساعات الألم في حياة البشر أيها الإخوة؟ كم عدد المتألمين إيه إلى عدد إيه الساعدين كذا؟ الساعدين قليل جدا جدا أيها الإخوة، إلى آخر إلى آخره. لكن الله تبارك وتعالى يفعل هذا فعلا لأجل إيه؟ رفع حاجة إيش؟ المحتاجين. يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. أما الإنسان فأمره مختلط، فما يعد كمالا في حقه هو نقص في حق ذات الله تبارك وتعالى، وليس العكس. إذن جوهر الرحمة رفع الحاجة. أنا أقول لكم إمام أبو حامد حتى هنا قصر، ليس رفع الحاجة، أنا أقول لكم جوهر الرحمة يتمثل في الإيجاد، وهذا مبدأ فلسفي قال به أرسطو والفارابي وابن سينا وابن رشد وحتى الغزالي في أغسطين، سانت أغسطين، في الإيجاد. لذلك قال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. كونه خلقك من لا شيء، أعطاك حظا لكي تكون ممثلا في مسرح الوجود، هذا الرحمة. ومش هيك بس، وهيأ لك هذا المسرح من جميع جوانبه، من جميع جوانب هذا العالم مهيأ لك لكي تعيش عليه، صحيح؟ العوالم المتضافرة المتآزرة في كوكب الأرض لكي تهيئ صلوحية لحياتنا عليها أكثر من أن تحسب بالألوف أيها الإخوة، وهي متآزرة. للأسف أدركنا الوقت، أكتفي بهذا القول وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله إخواني، كالجمعة السابقة بعد صلاة الجمعة في خمس دقائق نكمل إن شاء الله إيه المقاربة الأخرى التي أردت أن أسهم بها لكي تكتمل الخطبة ويكتمل إيه درسها بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا، أصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأخم الصلاة، قلنا إيه؟ قلنا ما الذي بقي من رحمة الله تبارك وتعالى؟ بقي منها إخواني جوهرها، وهو إرادة إيصال النفع إلى المحتاجين، إيصال النفع إلى المحتاجين، بل هو الأمر أكبر من هذا كما قلت في آخر الخطبة الأولى أيها الإخوة. تهيئة المناخ، تهيئة الجو، تهيئة كل الظروف والشروط التي تجعل وجودنا صالحاً وإمكانية البقاء والامتداد ممكنة أيها الإخوة وراهنة، هذا أصل الرحمة الإلهية. لكن ليس هذا المهم، المهم إخواني وأخواتي أن ندرك وأن نسلم بتواضع، بتواضع أننا إزاء صفات الله تبارك وتعالى نحن إزاء غموض كبير هائل بمقدار غموض الله ذاته كذات لا إله إلا هو. أمر ليس واضحا كما يحسب الناس، بدليل انتبهوا تفطنوا هذا الشيء، أن مفكرا عبقريا ومتكلما لوذعيا بل فيلسوفا هائلا في قامة أبي حامد الغزالي تقاضاه الأمر سياحة امتدت لعشر سنوات متصلة محاولا أن يقترب من الله من الحقيقة المطلق. انتبهوا، هذا طبعا لم يفعله غير أبي حامد إلا قلة. تعرفون لماذا؟ لأنهم يكتفون الإيمان بمقررات وترديد وتكرارات، تكرارات أشياء في كتب التفسير والعقيدة. أما أنهم تساءلوا مثل هذه الأسئلة اليوم طبعا التي يسألها الملاحدة واللا أدريون ووصلوا إلى جواب حقيقي مقنع ومعمق، لا، كلام بعضه جدلي بعضه إقناعي إلى آخره، بارك الله فيك. هكذا. أما أبو حامد لا، كان صادقا مع نفسه، أحب أن يقارب المسألة بعمق حقيقي بمصداقية، فتقضاه الأمر عشر سنوات كاملة. ولو أنه وجد الجواب بعد شهر وشهرين من العزلة والبحث والتفكير لعاد إلى أهلي، لم يجد. عشر سنوات يا أخواني، مسألة صعبة. لذلك أنا دائما في السنوات الأخيرة أدعو تحت عنوان الامتياز، عفوا الإيمان امتياز حقيقي. الإيمان ليس مسألة تقليد، معظم إيمان البشر ليس المسلمين فقط هو مسألة تقليد، يقلد ويكرر ما يقوله له الوالدون والمعلمون والمربون فقط، فالمسيح في بيئة مسيحية والمسلم مع مسلمين واليهود مع يهود، هذا ليس إيمانا. الإيمان الحقيقي امتياز. ما معنى امتياز؟ يعني يبدو يظفر به قلة سعيدة جدا من البشر، اللهم اجعلنا من هذه القلة، قلة. وبدليل على فكرة، يعني لا يهولنكم هذا الوصف أو هذا التوصيف، هذه حقيقة. تعرفون لماذا؟ أسئلة اليوم مثلا تراود كل إنسان، ما من إنسان إلا يتساءل مثل هذه الأسئلة، لكن أقول لكم معظم من تراودهم هذه الأسئلة بل تقض مضاجعهم أحيانا أكسل من أن يستمعوا إلى خطبك اليوم ولك ساعة طويلة. يا حبيبي ما شاء الله، أنت بحث عن الإيمان، أنت فيلسوف، يريد أن يتساءل أسئلة الفلاسفة العظام والمشككين الملاحدة وما عندوش وقت ساعة، وعنده ألف ساعة للعب والمتع وحضور الأفلام والمسلسلات. فقضية الإيمان عنده قضية لعب، انتبهوا، قضية فعلا تقليد فارغ، فضلا عن يعطي نفسه فرصة أن يقرأ كتابا من 500 ولا 1000 صفحة الموضوع، مستحيل، ما عندوش وقت. إذن هذا يلعب، لا 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 لا، الذي يبحث حقا ويعاني كأبي حامد الغزالي مسألة تحتاج معه إلى عمر بطوله، عمر بطوله، العمر كله سيكون بحثا عن الله تبارك وتعالى. معناه نقر ونعبد لكن نبحث ونقارب أكثر. إن ربي على صراط، على صراط، أنت تقطع مراحل يا الله، اهدنا الصراط،
طب وليه يهدنا؟ نحن مهديون. إيش مهديون؟ إحنا في بداية الهداية. انتبهوا، الإيمان ليس شيئا ناجزا، الإيمان عملية مستمرة ممتدة بامتداد العمر، هذا إذا أخذته بجد وكنت من هؤلاء الممتازين، كنت من هؤلاء. ولذلك تحت عنوان امتيازية الإيمان أو الإيمان كامتياز، ندعو إخواننا وأنفسنا من قبل أيها الإخوة إلى أن يجد كل منا نسخته الخاصة من الإيمان. كيف النسخة الخاصة من الإيمان؟ عبر التجربة الروحية، مثل تجربة أبي حامد. لا بد أن يكون لك تجربة حقيقية تعاني وتكابد وتضحي فيها بأشياء مادية ومعنوية، نعم، مما يخصك، لكي تقترب من الله تبارك وتعالى. مقاربة الله، مقاربة الله. بلا شك أن أبا حامد مثلا، فضلا عن الصديق مثلا، الإمام علي، سيدنا عمر، فضلا عن رسول الله والرسل أيها الإخوة، أي مفهومهم لرحمة الله وعن رحمة الله أحمق وأوسع بكثير من مفهومنا نحن إيه عن رحمة الله. الإنسان العامي، الفهم الذي يستسلفه ويستحضره لرحمة الله لا يسعفه أن يصبر على بلوى صغيرة. وليش يا رب؟ وليش عملت فيها كده؟ استغفر العظيم، يبدأ يجدف، يبدأ يجدف تحت ابتلاء بسيط في تجارة، خسر له 100,000 يورو ولا 10,000 يورو. وليش يا ربي؟ ليش أنا بالذات؟ مش هذول، مش هذول. استغفر الله، ما فهم حاجة هذا، مش فهم حاجة هذا. يقول أنا الله وبسم الله الرحمن الرحيم وجودها. أنت لا تفهم من هو الرحمن الرحيم. أنت الآن كفرت برحمانيتي عشان إيه 1,000 يورو. وببساطة أنك لم تعرف الله رحمانا رحيما، لا إله رحمانا رحيما. فهذا باختصار إيه عن المسألة هذه. نحن نحتاج أن نقارب هذه الصفات عبر تجربة روحية، عبر نسخة خاصة من الإيمان، مش جدليات. واحد يقول إيه دي مسألة طويلة قوي. إيه طبعا مسألة طويلة ومعقدة، وهذا هو الإيمان. الإيمان مش درس في الفلسفة والفيزياء بتأخذ وطلق ماشي فيه أبدا. تبهوا، الإيمان في حقيقته، وهذا ما ضل للنصارى. النصارى اعتقدوا أن الإيمان في نهاية المطاف هو شيء غير معقول بالمرة، ولأنه غير معقول هو يقتضي أن تسلم دون أن تفكر. بالعكس، نحن ضد هذا. يقول لك إيه؟ يقول لك ديكورو كويا أبسوردوم، أؤمن به لأنه غير معقول. تيرتليان، تيرتليان، أؤمن به لأنه غير معقول. أبسوردوم، غير. لا، في جزء من المعقولية وجزء آخر لا يتكفل به العقل، تتكفل به الروح. انتبهوا، وهي معنى اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، فلا نضل ولا تغضب، فلا نضل ولا تغضب. أخيرا عاد الجزء الأخير، وأنا قلت لكم سأسهم بإسهام أثبت فيه أن مسألة معضلة أو مشكلة عفوا الشر لها جذور وجوانح إبستمولوجية. كيف؟ انتبهوا، الذين تحدثوا عن أفضل العوالم الممكنة مثل أبي حامد الغزالي، في الحقيقة أنا أبرر أبا حامد الغزالي من شبهة أنه قال هذا العالم أفضل عالم ممكن. غير صحيح. أبو حامد لم يتكلم مرة بلغة مقارنة بين هذا العالم الواقعي وبين عالم مفترض. هذا غلط، خطأ. سأوضح هذا غدا بتفصيل لأول مرة على الفكرة، ولم أسبق إليه. غدا إن شاء الله عندنا محاضرة مهمة جدا ستكون الأهم على فكرة، أهم الجزء الأول عن أبي حامد الغزالي، غدا عن علم كلامه وعن فلسفته، عن إنجازاته الحقيقية. بعض الناس عاتب علي، لماذا تبجل؟ قال لي أنا معجب بك، هذه كارثة. ما الذي أعجبك في أبي حامد؟ لحظة، ما الذي أعجبك في أبي حامد الغزالي؟ أعجبني فيه ما ستسمعه غدا. أبو حامد عند النظر والتحقيق، أنا أقول لك، أعظم بمراحل من إبن رشد نفسه، أعظم، وعقله أعظم بكثير من إبن رشد نفسه بمراحل، لمن عرف أبو حامد. لكنهم يكذبون عليه. نعود أيها الإخوة، أقول المقاربة إيه؟ الأبستمولوجية أو الكشف عن الجانب الأبستمولوجي المسألة إيش هو؟ لا يمكن أن تتحدث تقول لي إيه؟ هذا العالم كان يمكن أن يكون أحسن منه لو خلى من الشرور والمصائب والآلام والأوجاع والتباريح والظلم والشر الأخلاقي والفيزيقي والميتافيزيقي. مش صحيح. لماذا؟ هذا الكلام نفسه عبط، هذا كلام فارغ، فلسفيا متهافت الكلام هذا. سأثبت لكم هذا ببساطة. كيف؟ لماذا؟ طبعا شيلر، ماكس شيلر، معروف الفيلسوف الألماني الجمالي، قال مرة يبررون عذاب الألم بالقول إن الألم يشكل جلسة إنذار، جرس إنذار، الألم جرس إنذار لكي نحافظ على صحتنا. قال هذا لا يقنعني، كان يمكن للرب لو كان موجودا أن يخلق جهاز إنذار لا يحدث ألما. قلت له راحت عليك، راحت عليك يا شيلر، ما شاء الله، كأنك لا تعرف هذا الإنسان الكسول الودعان المحكوم بالقصور الذاتي بالإنيرشا اللي ما بتحرك إلا بده مصيبة تحركه. فما كانوا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الله قال، وقال لعلهم يتضرعون ما تضرعوش، لعلهم يرجعون ما رجعوش. لو كان الألم الذي يعطي إشارة إلى وجود اختلال في الصحة والبنية، لو كان هذا الإنذار غير مؤلم، أنا أقول لك معظم البشر على الإطلاق لن يهرعوا إلى العلاج.
بالعكس من رحمته تبارك وتعالى أن جعله مؤلما لكي يحضهم على العلاج، لأنه يرحمهم كالأم التي تفتح فاها صبيها بالقوة، فاها ابنها بالقوة وتؤلمه لتسكب فيه الدواعي المر طلبا إيش لعلاجه وعافيته، وهو لا يدرك، يدرك إيه فقط إيه قسوة أمه لا حنانها. هذا كلام فارغ، هذا كلام عاطفي مش علمي. بعدين يا أخواني، الآن ليش المقارنة بين العالمين مقارنة سفسطية لا مكان لها؟ تعرفون كيف؟ هم يفترضون أنه يمكن أن نقارن بين هذا العالم الذي أدركنا نقصه وتشاكسه وفوضويته وبين عالم آخر على الضد من هذا. أولا، من الذي أدرك نقص العالم وتشاكسه وفوضويته؟ أنا أقول لك أكبر فيلسوف في حجم كانت أو أرسطو لا يستطيع الآن أن يقدم لنا اقتراحا لتحسين محرك نفاث في طائرة، وهذه صنعة بشرية، إبداع بشري حقير وبسيط جدا جدا جدا. أكبر فيلسوف لا يمكن أن يقدم اقتراحات لتحسين إيه الهيئة الكونية، مستحيل. هو أصلا أكبر فيلسوف وأكبر عالم مثل علماء الفيزياء الفلكية وغيرهم، هم يطمحون أن يفهموا كيف يعمل هذا الكون، بيقتربوا أكثر وأكثر من كيفية عمل هذا الكون المدهش، مش يصلحوه. فما هذه الجعجعة والعجرفة والغرور والتنفج الذي يسمح إيه لفلاسفة وملاحد أن يقولوا نحن رأينا أن هذا العالم ناقص وكأوتش وفوضوي ومتشاكس وشرير وبدنا نفترض عالما إيه خيرا منه؟ كل هذه عجرفة غير صحيحة، كل هذه عجرفة غير صحيحة، وأشياء كثيرة سجلت على أنها نقائص وعلى أنها كذا كذا في الكون، وخرجت بعد ذلك ماذا؟ مترجمات لحكمة الله الدقيقة في هذا الكون، أليس كذلك؟ معروف هذا في تاريخ العلم، في تاريخ العلم. ثانيا، الكون الآخر المفترض أن نفكر فيه، من الذي أبدعه؟ خيالي أنا كملحد أو كأيه فيلسوف أو كلا أدري أجنوستيك، خيالي. خيالك هذا وفكرك ابن ماذا؟ ابن هذا الكون، صحيح؟ ضمن نطاقه بشروطه وبظروفه، ها؟ ضميرك كما قلت ابن هذا الكون، ابن هذا الوجود. إذن الذي سيخلق كونا آخر ليس هو إله كامل قادر على أن يرعى كونا بحياله، كونا كاملا كما يرعى كونه هذا، ولكنه خيال إنسان مريض ومتعجرف متغطرس قاصر على أن يفهم هذا الكون ويدعي أنه يريد إبداع كون آخر أكمل منه. وفي الحقيقة أنا أقول لكم نظر هذا المتعجرف القاصر فقط إلى تحسين نسخة الإنسان، ما الكون فيه 50,000,000,000,000 كائن صح؟ حيوانات ونباتات، لا هو بده إيه؟ فقط نسخة الإنسان هذه أن تكون أحسن وأفضل، ما فيها ألم، ما فيها نقص، ما فيها عمى، ما فيها إيه متاعب، ما فيها قصور في الوظائف وبس. إيش هالإله هذا؟ العاجز الناقص هو هذا إيه؟ إله الملحد، هذا الإله الملحد، الإنسان المتعجرف، غير صحيح. هذه المقارنة غير واقعية، غير علمية، غير فلسفية، مقارنة مضللة تماما بين عالم لم نفهمه وعالم يخلقه ماذا؟ فكر إنسان خلق في هذا العالم. إذن العالم الآخر لن يكون عالما آخر، فهمتوا؟ فهذه المقارنة مستحيلة. لذلك في النتيجة بقي أمامنا شيء واحد، شيء واحد فلسفيا، تعرفوا ما هو؟ أن نتواضع وأن نحاول أن نفهم هذا العالم بس. وأختم، ويليام كروكس مكتشف الإشعاع وصاحب بعض أعظم وأهم الاختراعات القرن العشرين، كروكس يقول من بين الصفات النادرة التي أتاحت لي مواصلة البحث والوصول إلى جديد الاكتشافات والمنشآت عن المخترعات تواضعي الناجم عن شعوري الصادق بجهلي، إني جاهل مش فاهم حاجة، قدرت أفهم بعدين. أما ادعاء أنك أنت فاهم وأكثر حكمة واقتدارا وتدبيرا من رب العالمين وفاهم كل جوانب النقص في هذا الكون وقادر تبدع لسه كون أحسن منه تنقح فيه نسخة الإنسان، كل هذه عجرفة تليق فعلا ببعض ملاحدة الفلاسفة وأمثال هؤلاء، ولا تليق لا بعالم متواضع ولا بفيلسوف يدري ما يخرج من فمه. والمقارنة نفسها كما وضحت لكم، لكن هذا يحتاج إلى بسط شديد بدون محاضرة، المقارنة نفسها فلسفيا مستحيلة. هذه المقارنة التي لم ولن تكون صادقة في يوم من الأيام، وأكتفي بهذا القدر وأرفع النداء. بارك الله فيك.